لكل المحطات اللي عندنا في الشبكه، والاحتياج بيزيد طبعا زي ما احنا عارفين في الصيف عشان طبعا التكييفات والناس طبعا والاستهلاك الكهرباء بقى اعلى، فطبعا بنحتاج ان احنا نشغل المحطات بتاعتنا كلها. طيب صيانه المحطات ده متفق عليه برضو؟ طبعا احنا عندنا عقود صيانه للثلاث محطات، ده برضو احنا ماضينا الاجنبي او العقد بتاعهم مع بعد العقود بتاعت المحطات، وده هيتم اللي احنا شركه سيمنز او قسم الصيانه عندنا هيقوم بمساعده العميل بالتشغيل والصيانه بعد كده لمده زمنيه، وبعد كده طبعا العميل بعد كده هيبقى لو احتاج سبورت احنا موجودين برضو. عدد الموجودين حاليا تقريبا قد ايه؟ لان احنا من ساعه ما وصلنا الحقيقه شايفين عدد كبير من العماله المصريه. هو الحقيقه طبعا العدد مش مستوي على فتره المشروع طبعا، ده طبقا للحاجات اللي احنا بنعملها هنا او الاكتيفيتيز بتاعتنا، بس هو الافريج بتاعنا 4500 ل 5000 عامل في السايت يعني. ده لو حضرتك يعني لو بصينا في اي فتره زمنيه هنلاقي الافريج 4500 ل 5000، وطبعا العدد ده هيزيد خصوصا لما يجي بقى الشغل بتاع التربينه البخاريه اللي هي الاد اون مع البويلر بتاعها، ده هيزيد طبعا، هيزيد جدا، واحنا متوقعين ان هو يزيد ل 6000 او 7000 عام. بشكرك شكرا جزيلا مهندس. شكرا جزيلا. في نفس السياق بتقام محطة كهرباء بني سويف اللي بتنفذها شركة سيمنز الألمانية على مساحة 500,000 متر مربع، وتعتبر إحدى أهم وأبرز الصفقات اللي تم إبرامها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015. زي ما احنا عارفين شركة سيمنز عملت كتير من الاتفاقيات مع مصر في هذا الإطار في المجال الاقتصادي بشكل عام، وكان الكهرباء من أهم المجالات اللي تم الاتفاق عليها. الحوار التالي مع عماد غالي نائب الرئيس التنفيذي لمحطة كهرباء بني سويف. عماد غالي نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، مساء الخير واهلا بحضرتك في المشروع الضخم اللي تقريبا انا شايفه ان هو قرب يخلص يعني. لا مش الدرجة دي. فاضله قد ايه؟ هو انا عارفه التاريخ بس قصدي فاضله قد ايه من ناحيه الامكانيات؟ فاضله تقريبا سنتين من حيث التاريخ، سنتين وشويه. من حيث الامكانيات احنا كل اللي حصل لحد النهارده وده يعتبر انجاز ان احنا حطينا 4 توربينات على وادي الخرسانيه. ان شاء الله الخطوه الجايه الميجر مايلستون اللي جايه ان احنا نوصل الاربع توربينات دولت بالشبكه ويبتدي يطلعوا كهرباء، ده النكست مايلستون. وبعد كده هنبتدي بقى نوصل بقى نحط بقيه التوربينات على الاواعد الخرسانيه ونبتدي نركب فيهم ونوصلهم بالشبكه تباعا لحد ما نخلص المشروع ان شاء الله. طيب اللي انا فاهماه ان المحطه بتحتاج 8 توربينات غازيه عشان تشتغل، ولا ممكن البدايه بنص عدد التوربينات؟ لا ممكن البدايه نشتغل بنص عدد التوربينات، واحنا البدايه ان شاء الله هنشتغل بالتوربينات، هتبقى المحطه شغاله مش بالدوره المركبه، هتبقى شغاله بالدوره البسيطه او السمبل سايكل اللي هي بتبقى توربينه غازيه بس، ما بتبقاش راكب معاها التوربينه البخاريه. وفي لما نخلص المشروع ان شاء الله هنكون ركبنا لكل توربينتين غازيتين هنكون ركبنا لها توربينه بخاريه. طيب انتوا في الشركه انتاج التوربينه ده بياخد وقت قد ايه؟ يعني عايز اعرف رابطين المده الزمنيه بايه؟ اذا كان البنيه التحتيه اتاسست خلاص بقيه التوربينات بتيجي بتحددوا على اساس ايه؟ انتاج التوربينه نفسها هناك؟ هي المحطه ما فيهاش بس توربينه، المحطه فيها كميات مهوله من اكويبمنت ثانيه ومن معدات كتيره جدا، فمش بس التوربينه، والتوربينه بتاخد وقت التصنيع طويل، بس احنا ابتدينا الانجينيرنج وابتدينا ان احنا نشتري الاجزاء اللي في التوربينه والاجزاء اللي في الاكويبمنت عموما اللي هي بتاخد وقت التصنيع كتير، ابتدينا من اول ابريل 2015 من بعد مؤتمر شرم الشيخ ابتدينا في اول ابريل، وده الحقيقه وكنا بنشتغل 24 ساعه في 24 ساعه من اول ابريل، وده اللي خلانا النهارده ان احنا نقدر نشوف الانجاز ده. لكن الطبيعي بتاع مشروع زي ده ان انت بعد سنه ما كنت لسه يا دوبك مثلا بتبتدي في الارض بتخش تشوف الارض عامله ازاي، يعني مشروع زي ده على الاقل بياخد له من 5 ل 6 سنين ب 4800 ميجا وات على الاقل من 5 ل 6 سنين.
شركة سيمنز ايه المشروعات المشتركة الاخرى؟ اللي انا عرفت من رئيس الشركة انه هيبقى فيه برضو في مجال الطاقة المتجددة في خليج السويس مشروعات تانية لسه ما تمش الاتفاق عليها بشكل نهائي. تصور الشركة للطاقة المتجددة في مصر هو ايه؟ احنا شايفين الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح لها مستقبل واعد في مصر، وكلنا عارفين مصر عندها مناطق فيها رياح ممتازة ان هي تقدر ننتج منها كهرباء، وفيها برضو طبعا شمس. احنا في مضينا عقد في السنة اللي فاتت مع الحكومة بحوالي 2000 ميجا وات من طاقة الرياح، واحنا حاليا الوقت شغالين في اول مشروع من العقد ده 180 ميجا، وان شاء الله في يعني فيري سون هنمضي العقد ده ونبتدي نشتغل في اول مشروع طاقة رياح. يعني ده هيبقى بالتوازي برضو مع استكمال المشروعات بتاع المحطات الثلاث، البرولوس والعاصمة الإدارية هيتسلموا في نفس الوقت؟ الفروق بينهم أشهر، يعني الفروق في الآخر بينهم أشهر يعني. يعني احنا من بعد يعني من هنبتدي مثلا في مدة زمان معينة نبتدي نسلم محطة محطة ورا بعض. احنا شغالين بالتوازي في ثلاث محطات. خصائص كل محطه في اختلاف ما بين هنا والبرولوس والعاصمه؟ الاختلافات بس في التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها في التبريد. يعني العاصمه الاداريه الجديده فيها اير كول كوندنسر او تبريد بالهواء، منطقه بني سويف علشان قريبه من النيل فاحنا بنستخدم تكنولوجي تبريد مختلفه، وبرده البرولوس تكنولوجي تبريد مختلفه، وفي طبعا عناصر تانية نتج عن الاختلاف نوعيه التربه نفسها مختلفه، ففي حاجات بس كتوربينه هي لكن يعني ككميه كانتاج للكهرباء هي 4800 ميجا وات كل محطه 4800 ميجا وات. الفروق على حسب الموقع نفسه وخصائص الموقع، بس في الاخر الكهرباء اللي طالعه اللي خارجه يعني الى حد كبير هي واحده. طيب اللي انا فاهماه برضو انه كل محطه من المفترض ان هي مش هتنتج للمنطقه طبعا المحيطه بها بس، ولكن لمصر كلها عن طريق الشبكه القوميه. العاصمه الاداريه الجديده ما كانتش، بما انها مكان بقى لسه مأهول، كانت محتاجه امكانيات اخرى ولا لا؟ هي حاليا 4800 ميجا وات اللي هتركب في العاصمه الجديده من وجهه نظري انا الشخصيه كافيه للفتره الخمس سنين القادمين، بس اكيد لو حصل تطور كبير في العاصمه الجديده ممكن نحتاج يعني ساعات كهربائيه اكبر في المستقبل. المحطات دي بتحتاج صيانه كل قد ايه تقريبا؟ احنا برضو وقعنا تم توقيع عقد مع شركة القبضة الكهرباء مصر عقد صيانة لمدة 9 سنين او 66 الف ساعة تشغيل، وعلى حسب كل توربينة جوه المحطة بتشغل قد ايه بيتم بنعمل الصيانة بتاعها طبقا لجدول زمني متحدد من الاول حسب الاستهلاك، يعني حسب عدد ساعات التشغيل. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس عماد غالي. لا العفو يا فندم، العفو. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الصباح، ونروح كالمعتاد ضمن جولتنا الصباحية عشان نتعرف على أبرز المستجدات في حالة الطقس. معانا دكتور أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح النور بحضرتك. يعني أكيد سؤالنا المعتاد كل يوم الصبح، إيه توقعات هيئة الأرصاد بدرجة الحرارة وحالة الطقس بصفة عامة خلال الساعات المقبلة؟ ان شاء الله كل خرائط الطقس بتقول بان في ارتفاع في الحراره عن الامس. يعني على سبيل المثال القاهره امبارح سجلت 32 درجه، بنتوقع لها اليوم 34 درجه، يعني في ارتفاع في حدود ما بين درجتين الى 3 بالكثير قوي. بيكون الطقس حوالين المعدل، وبنقول طقس لطيف على السواحل الشماليه الغربيه، وبيكون معتدل على السواحل الشماليه الشرقيه، لكنه حار على الوجه البحري والقاهره، وبيصل حتى شمال الصعيد على الفيوم والمنيا، وبيكون شديد الحراره على جنوب البلاد في الاقصر واسوان نهارا، لكن بالليل بيكون مائل للبروده على كافه الانحاء. بتتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على شمال وشرق البلاد، والرياح بتكون ناشطه في معظم الانحاء وعلى البحر المتوسط والاحمر، وبالتالي بتؤدي الى اضطراب الملاحه، لكن الاضطراب بيكون داخل المياه مش على الشواطئ، يعني تسمح بأي حد في نهاية الأسبوع إن هو يتجه لشواطئ البحرين. بالنسبة للغرب البلاد مطروح واسكندرية، هي بالفعل النهاردة حصل فيها انخفاض عن الأمس، يعني بنتوقع للساحل الشمالية النهاردة 25، امبارح كانت مسجلة 32، الانخفاض ده هيمتد ويشمل كافة الأنحاء بكرة. يعني احنا النهاردة لو في ارتفاع في الحرارة
بكره ان شاء الله هيحصل انخفاض في الحراره، وبدا بالفعل من النهارده على الغرب وهيمتد ويشمل كافه الانحاء داخل البلاد. بالنسبه لدرجات الحراره السواحل الشماليه الغربيه نتوقع لها 25 والصغرى 22، السواحل الشماليه الشرقيه 30 والصغرى 17، الوجه البحري والقاهره 34 والصغرى 22، سيناء 35 والصغرى 22، شمال الصعيد 38 والصغرى 20، جنوب الصعيد 39 والصغرى 25. وان شاء الله الانخفاض اللي هيشمل البلاد بكره هيمتد معانا حوالي 3 4 ايام قادمين باذن الله ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتوره امل حنفي، وانت رئيس الاداره المركزيه للتحليل والتنبؤات. وهنشوف بيان تفصيلي بدرجات الحراره في المحافظات والمدن المصريه. حضراتكم مرة تانية، وزي كل المدن والعواصم العربية بتستعد بيروت لرمضان بطقوس رمضان الخاصة اللي ما بتختلفش كثيرا عن باقي الدول. بيرقص الأطفال أيضا وبيستعدوا بالزينات على أنغام رمضان المتميزة، وبيستعد الأهالي بشراء السلع والمنتجات الخاصة بالشهر الكريم. وكمان في سوق خاصة بيحضر فيها الأطفال عشان يحسوا بمعاناة غيرهم من الفقراء وأيضا المعاقين. السوق بتضم أدوات للزينة الخاصة بشهر رمضان، بعض رموز ونقوش خاصة بهذا الشهر الكريم، فضلا طبعا عن عدد من فوانيس رمضان المختلفة اللي طبعا بيهتم بيها الأطفال كمان حتى والكبار في شهر رمضان. وزي ما شفنا حالة الطقس، أيضا بنحاول دايما نتعرف على حالة المرور وشوارع القاهرة كل يوم الصبح. معانا النقيب رأفت نجم المشرف بغرفة عمليات مرور القاهرة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير فهم على السادة وجميع السادة المشاهدين. يعني عايزين نسألك على شوارع القاهرة وكيف تبدو هذا الصباح. بالفعل فندم منذ الصباح الباكر بالفعل بيتم المتابعة عن طريق الكاميرات المتواجدة على أغلب محاور ومدينة القاهرة. ايضا يتم المتابعه ميدانيا على سلكيه مع الساده الضباط والانتظامات الاشراف. الحمد لله حتى الان لما يتم ورود لغرفه عمليات مرور القاهره اي كثافات او اختناقات مروريه، هو فقط عندي مصابنه محور العروبه محور صلاح سالم امام الاجهزه على وجه التحديد مصابنه ومصاب لها تاثير حاليا على الحركه المروريه القادم من العباسيه المتجه للمطار. الاسعاف حاليا بيتم التواصل معها الان لسرعه الوصول مكان البلاغ. سياره الونش حاليا بالقرب جدا ايضا لرفع اطراف المصدمه.
شاء الله فتره وجيزه ويتم الانتهاء ورفع اطراف المصادمه وايضا نقل المصاب ان شاء الله للمستشفى. طب في طرق بديله ست النقيب؟ افضل مريه الان من صلاح سالم يمكن محور النصر للساده.